طبعا خالد سمي خالد بس خالد العلي مش خالد الشاعر شوي شوي يسعد صباحك اهلا وسهلا ويعطيك العافيه اهلا وجايين اهلا طبعا انا معي البومك هو الالبوم الوحيد اللي موجود عندك ولا في غيره؟ لا هو اول البوم الي بديت فيه ستايل عزف على الاورج ويعني ان شاء الله ينال اعجابكم طبعا اهم شيء طبعا بتوزع بالاردن وان شاء الله بجميع انحاء الوطن العربي قريبا ان شاء الله. طيب العنوان تربيات المايسترو هل انت مايسترو وعندك فرقه موسيقيه وبتقودها ولا نعم هلا انا هلا طب اكيد عندي فرقه موسيقيه وعدا ذلك طبعا موزع موسيقي عندي استوديو تسجيل. هل انت وفرقتك مثلا بتعزفوا مثلا بحفلات مع فنانين كبار وهكذا ولا كيف؟ طبعا هلا احنا اكيد انا بدي احكي عن شغله كثير مهمه هلا السي دي هذا ما نعمل بفرقه موسيقيه كبيره هذا بس عباره عن كيبورد اله الاورج هي بيطلع منها كل الاصوات ايقاعات وطبلات وبيانو واكورديون وناي وكل شيء يعني صار واحد يسوي حفله وهو بس عنده اكيد ما احنا هيك اكيد طبعا هلا طبعا لا غنى عن انه يكون في باند كبير ويكون في اوركسترا كمان لكن نعم. لكن التكنولوجيا الحديثه هلا الاورج في كل جميع الاصوات وهلا تقريبا بالانحاء الوطن العربي اغلب الحفلات البارت اللي عم تصير انه اورج نعم ممكن الاورج تطلع باورج وتنفذ كل الشغل وهذا السي دي اللي نزل بثبت ذلك يعني اكيد واحنا لاحظنا حتى مثلا بعض المطاعم سواء مثلا اللبنانيه السوريه الاردنيه عشان بشكل عام كمان يعتمدوا اكثر شيء على موضوع الاورج اكيد هو يعني خلينا نحكي اخف دم لكن لا غنى عن الفرقه بلاش يزعلوا منها كل وجه لهم تحيه طبعا لما نتكلم عن التوزيع هل الناس صاروا بيهتموا انه والله التوزيع هنا حلو التوزيع هنا رديء اكيد هلا بالنسبه للتوزيع هو بيشمل اهم عنصر بالاغنيه خلينا نحكي 70% لانه اذا ما كان توزيع حلو ما راح يطلع ما راح نسمع شيء حلو على فكره اغلى شيء اغلى شيء باللحن
صار اي واحد ممكن يلحن وكذا، بس التوزيع مش اي واحد ممكن يلحن. لا لازم من الملحنين. لا هم طبعا هلا هو التلحين مهم في ابداع طبعا، بس طبعاً. كيف انك والكلام في ابداع، لكن كيف الموزع بده يوظف الكلام واللحن بالايقاعات وبالاصوات وبالليفل والميكس والماستر الحلو. يعني هو اللي بده يقول الاكسسوار المهم اللي ممكن ينضاف وعشان يعني جماليه اللحن. نعم نعم هي طبعا له جاي ما شاء الله شاطره. عشان انبسطها لبعض المشاهدين يعني على يعني على مستوى احنا السيدات، الفستان القصه حلو، القماشه حلو، بس كمان الاشياء المكمله بالضبط. هو اللي هو الموزع الموسيقي زي ما بنحكي هو الفينيشنج الفينيشنج الاساسي. ويبين الفرق لما نسمع الاغنيه فقط على البيانو الحال من غير اي ايقاع او على العود وجيتار، ولما نسمع مع مصاحبه الالات الموسيقيه الثانيه نشوف الفرق. هو توزيع بيشمل كل الالات. يعطيك العافيه خالد، ونتمنى لك كل التوفيق اكيد. مشكوره لجين، شكرا لك خالد، شكرا.